الله معكم أخوتي الأحباء. La congregazione dei Salesiani è stata approvata. الله معكم شبيبتنا. حكينا قبل عن الجماعة التربوية الرعوية يلي هي المكان والحضن يلي بتنمى فيها الرعوية الشبابية. بس هالجماعة بحاجة لنواة منشطة، لمجموعة من الأشخاص يلي بتحافظ على وحدة هالجماعة وبتنسق وتنشط هالجماعة. هالنواة المنشطة بنسميها مجلس الجماعة التربوية الرعوية. المجلس تقدروا تسموها لجنة صغيرة، مجموعة من الأشخاص، إكيب صغير، يلي هو مجلس يلي مكون من السلزيان، الرهبان، الراهبات، معاونين، ومن المربين والمنشطين والمدرسين والمدراء. أكيد بيكون شخص مسؤول على كل قطاع وكل بعد، مندوب 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 مندوب، بيمثل مثلا التعليم المسيحي، بيمثل الرياضة، بيمثل المسرح، بيمثل الإدارة، بيمثل المدرسين، بيمثل التلاميذ، وهلما جر هدول بيكونوا كلياتهم مجلس الجماعة التربوية الرعوية. هن فريق من الأشخاص في إثراء متبادل. شو يعني؟ يعني كل واحد فيهم بيغني الآخر، وهدول هن إلهم دور مميز في تعزيز مساهمة الجميع. كيف يعني؟ يعني مجلس الجماعة التربوية الرعوية منو المجلس يلي هو بيقوم بكل الأعمال وبينظم كل شيء وبينفذ كل شيء، والآخرين يكونوا مجرد متلقين، كل الجماعة التربوية أو كل الشبيبة أو كل المدرسة. لا أبداً، إنما مجلس الأوراتوريو أو مجلس المدرسة أو مجلس مركز تعليم مهني وهلما جر، هن يلي بيعززوا مساهمة الجميع، يلي بيشجعوا، يلي بيحفزوا، يلي بيتحاوروا، يلي بيصغوا، يلي بيعطوا الدفع وبيوصلوا صوت الشبيبة للمجلس، وبينقلوا صوت المجلس للشبيبة بحوار مستمر. من هيك أخوتي الأحباء شبيبتنا، نحن رعويتنا السلسية هي ضمن جماعة تربوية رعوية منظمة بطريقة حلوة بكل العالم السلسي. فيها هالأشخاص يلي هن بدهم يساعدوا من خلال شهادتهم الكاريزمية، يعني موهبة دون بوسكو يلي فيهم ياها، إنه يكونوا نواة منشطة محفزة مشجعة لكل الجماعة التربوية الرعوية. وهيك لاحظوا شو بيقول هون، هكذا أيضا إنه النواة المنشطة هي بتكون عبارة عن هالأشخاص يلي بيكونوا بيعطوا روح وبيعطوا دفع لحتى يتم مع بعض تحقيق المشروع التربوي الرعوي يلي تبنته كل الجماعة التربوية الرعوية. هيك لازم نشدد هون عن إنه الجماعة الرهبانية لحالة ما بتستأثر المجلس وهي فقط المجلس، لا، إنما الجماعة الرهبانية هي يلي بتحافظ على الكاريزما ضمن المجلس، بس المجلس هو مكون من علمانيين كمان يساعدوا الرهبان، والرهبان يساعدوا العلمانيين، كرمال مع بعض بشراكة عائلية رائعة نوصل خطوة بعد خطوة إلى تشجيع كل الجماعة التربوية الرعوية. وهون منقدر نقول إنه مجلس الجماعة التربوية الرعوية هي الهيئة، فيكن تسموها كمان، يلي بتنشط بتنسق وبتساعد على تنفيذ هذا المشروع التربوي
الرعوي. وهون اخوتي الاحباء شبيبتنا، انا بدي اقول لكم شيء من خبره بسيطه. المجلس منه جروب اليت مميز، المجلس منه افضل اعضاء المجلس من غيره، لا، المجلس اعضاء المجلس هن الخدام يلي بيقدروا وبيشجعوا كل الشبيبه، كل التلاميذ الطلاب، وكل اعضاء الجماعه التربويه الرعويه، ويكونوا دائما هالصيله الوصل وهالمشجعين وهالمبتسمين وهالمسؤولين، انه يقدروا ويحققوا حلم كل واحد من الجماعة التربوية ومن المستهدفين يلي هن شبيبتنا، يحققوا دعوتهم الثالثية ودعوتهم الإنسانية في حياة الأوراتوريو أو المدرسة أو مركز الشبيبة أو وين ما كنا. هذا هو دور المجلس يلي بيخطط، يلي بيبرمج أكيد بالتنسيق كله وبالحوار مع كل الجماعة التربوية الرعوية لخير الشباب ولعيش وتطبيق المشروع التربوي الرعوي لأي بيت ولا أي أوراتوريو ولا أي مدرسة ولا أي رسالة سلزيانية بأي مكان كانت ببيوتنا. والله معكم.